أنا دكتورة بانا شعار، أخصائية التقويم. عندي خبرة تقريبا حوالي 20 سنة بتقويم الفكين والأسنان حصرا، وما مارست أي شيء تاني غير اختصاص التقويم، فتوسعت وتطورت فيه بشكل واسع جدا. أكيد في كتير ناس أثروا بحياتي وأنا بحب أتشكرهم، هن طبعا أهلي، أمي وأبي وأولادي وزوجي، أكيد كلهم لهم دور كبير في دعمي، وأنه أنا دايما بحب أكون للأمام نحو الأفضل. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات النجاح. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة بانا شعار. بداية يسعد مساكي. مساكي يا هلا. في البداية طبعا حضرتك دكتورة بانا، حضرتك أخصائية تقويم، تعرفيني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا دكتورة بانا شعار، أخصائية التقويم. عندي خبرة تقريبا حوالي 20 سنة بتقويم الفكين والأسنان حصرا، وما مارست أي شيء تاني غير اختصاص التقويم، فتوسعت وتطورت فيه بشكل واسع جدا. نعم بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك كأخصائية تقويم الأسنان؟ حبي وشغفي لهذا الاختصاص، لأنه بحبه وأنا اخترته بعد ما درست طب أسنان، فكان هذا اختياري الأول، والحمد لله أنا لما بشتغل بكون كتير سعيدة. نعم، بس أصلاً شو هي الخدمات اللي أنت عم بتقدميها هون بعيادتك؟ نحن هون بنعالج المرضى اللي عندهم سوء إطباق، يعني بيجونا المرضى إما في أسباب وظيفية، مثلاً عندهم تنفس فموي، عسر بصعوبة في البلع أو بالمضغ، حالات تجميلية أغلبها، فنحن بنحل هذه المشاكل كلها. نعم، بس تحكي لنا شوي عن تقويم الأسنان، إيش بتحبي توجهي نصيحة للمشاهدين وخصوصاً اللي بيتجهوا لتجميل الأسنان وبيعتقدوا إنه هو الحل الأسرع بدل تقويم الأسنان؟ أنا طبعاً بنصحهم وبترجعهم للمرضى، بقول لهم بليز، يعني أغلب المرضى لما بنشيل التقويم يكون أسنانهم كتير حلوة ومصفوفة بشكل جيد، ما يتجهوا لهوليوود سمايل أو للفينيرز. المشكلة إنه هلأ موضة وترند، والكل بيحب يقلد رفقاته ويصير مثل باقي يعني النجوم والناس اللي لا اغلبها بتكون حابه تعمل هوليوود سمايل. فانا بنصحهم بقول لهم لا، بليز اجلوها قد ما فيكم وحافظوا على اسنانكم الطبيعيه، هذا افضل شيء ممكن. نعم، برايك الى اي مرحله تطور القطاع الطبي بدوله قطر؟ تطور شديد وبمعايير جدا عالية، يعني ما شاء الله المعايير دايما الستاندرز الموجودة بدولة قطر تضاهي المعايير الموجودة بأعظم الدول، بكندا بأمريكا، بالفعل جدا معايير عالية. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب سمو الشيخ الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ماذا ستقولي له؟ والله يا ريت، هذا شرف كبير كتير لألي، يعني بشوفه بتشكره على كل هالرعاية وكل شيء حلو عم بيقدم لنا اياه بهالبلد الكريم. نعم، بس اكيد انت في حدا ترك بصمة بحياتك واعطاك الدافع لوصلتي لهي المرحلة اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ اكيد في كتير ناس اثروا بحياتي وانا بحب اتشكرهم، هن طبعا اهلي، امي وابي وأولادي وزوجي، أكيد كلهم لهم دور كبير في دعمي، وأنه أنا دايماً بحب أكون للأمام نحو الأفضل. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكان عيادتك وطرق التواصل معك. نحن عيادتنا موجودة بالدوحة بمنطقة السفارات بالويست باي مقابل كتارا، عيادة اسمها لاغونا ميديكال سنتر. بس بحب أقول إنه العيادة، نسيت أحكي بهذا الموضوع، نحن مو بس خبرة وعنا دكاترة كتير على مستوى عالي من الخبرة، نحن عنا عقامة فائقة، ونحن كتير نهتم بموضوع النظافة والعقامة واستعمال كل شيء ديسبوزابل واستعمال مرة واحدة للمريض. شكرا لك. اهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان اشكر الدكتورة بانا على حسن استضافتها لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا وارتشاشنا، وشكرا لك. شكرا لكم. كلك بزوركم.